يقول سائل فضيلة الشيخ، ما الدعاء الوارد في السلام على الموتى في المقابر؟ الدعاء الوارد لم يحدد، يطلب لهم المغفرة والرحمة والعفو، يستغفر لهم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه إذا مر بالقبور يقول السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله للمستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم.